الدكتور اتأخر قوي. اطمن اهو وصل. وصل فين؟ ما انت شامم ريحة البرفان بتاعه. تجنن. يا اختي مساء الخير. مساء الخير. ايه يا حنان؟ ايه الزحمة دي كلها؟ الرحمة شوية. محدش بيزحم. واللي جوزها زنزق شوية تبعته على القهوة اللي جنبنا. قهوة ايه يا ماما؟ اسمه كافيه يا ماما. بقى ما تفضحيناش. النهاردة لقى بعد غيبة والكل مستني. لمي روحك يا حنان، لمي روحك. يلا جزيل الكشف جاي. لمي روحك بدل ما اقول لخطيبك يا حنان. لو النبي يا دكتور، عشان هو مش بيكسر لك كلمة أبدا. ماشي. يبقى نحترم نفسنا، ماشي؟ يلا. يا دكتور في امانه لازم اوصلها لك. امانه ايه؟ فيها بنت؟ مفيش يا دكتور، اصل نص الستات اللي بيجوا هنا بيسالوني على نوع البرفان اللي حضرتك بتحطه. وانت مالك؟ والنص التاني ما بيسالش عليه برضو؟ عشان اكيد خلعوا جوازهم من بدري. طب يلا بنت، يلا اجري من قدامي. يلا بينا. تبنا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا دكتور، وحشتنا. يا ترى اخبار العروسه ايه؟ والله ما حصلش نصيب. احسن برضو علشان تفضلنا. ها اخبار الوزن ايه يا نادية؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. والضغط اخباره ايه؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. ممكن بقى نسمع صوت البيبي؟ ده انت تؤمر يا دكتور. تسمع بصحيح، تسمع قوي، تسمع خالص. وبعدين بقى احنا نفضل على الحال ده على طول كل مره كده؟ غصب عني يا دكتور، لما حد يلمسني بس اخسخ. امسكي نفسك شويه، بلاش فضايح. ايوه يلا دقيقه واحده بس، انا هسمع ثانيه واحده بس. ها ثانيه واحده، امسكي نفسك. ها بصي فوق، بصي فوق ثانيه واحده، بصي فوق. عصبي يا دكتور، مش عارفه امسك نفسي. ما عملناش حاجه كده. معلش يا دكتور، اصل المدام نجمها خفيف شويه، واي حد بيلمسها بتسخسخ. تبدا الى الله.